بيعملها والله. ومش بس روحانيات الإرادة، هي دي بقى بجد الروح اللي بجد. بالإرادة فعلا تقدر تعمل أي حاجة. يعني ناس كتير يقول لك ده ساعات ممكن يرفع الكرسي ده من على الأرض بالطاقة لو هو عايز، ما أعرفش ده صح ولا غلط، بس أعرف إن إرادة الواحد ممكن تعمل مستحيل. تعالوا نشوف مع بعض. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق حتى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشهد حتى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطاه، أرض الطريق يهمني حلمي البريء، مهما لو حتى تهنا يا صديق، يرجع لقانا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. قولي بقى، انت بتدرس بتشتغل بتعمل؟ انا في ثالثه ثانوي ازهر بروح. ثالثه ثانوي ازهر. انت عندك ايه بالظبط؟ انا يعني مش انا كشفت، قالوا لي انا كشفت كتير وما قالوش حل. مش عندك ايه؟ مش عارف يعني، هو في الاعصاب يعني اعتقد. ما رحتش دكتور تتعالج يعني؟ لا انا تعالجت كتير بس ما فيش اي نتيجه. مش عارف ده يعني، انا برضه ابويا ووالدتي وقالي على رد حل. ومين حفظك القرآن كله؟ أنا كنت بحفظ هنا عند مشايخ هنا عندنا في البيت، وحفظت القرآن كله وختمته. كله كله؟ ختمته. بتعرف ترتله وكده؟ لا هو ترتيل بس تجويد نفس القصيص معلش. والحاجات التانية بقى اللي اتعلمت تعملها دي؟ في كل حاجة، اللي كان الكمبيوتر أصلحه وأفكه أعمله، التليفون بايظ أعمله، شاي أغرف المصحف أكتب برجلي، كل حاجة. يعني كان اشتغل بايظة على الكمبيوتر حضرتك لمؤاخذة، مسكته أنا لوحدي صلحته واشتغل على الكمبيوتر فوق. مين علمك الحاجات دي بقى؟ عرفتها منين؟ من عند الله. من عند الله فعلا. طيب تعالي، أنت مامته؟ أنت عندك كم عيل بقى؟ هو جمال
محمد هو ده دول كيشد واجربيه وبروح مصر في كلية الحقوق في محطة البحوث هناك علاج طبيعي قعدت 7 سنين أشيل واجربيه سقطت كم مرة كمني بقيت أشيله لما بقى عنده 7 سنين ومعيش لارو محمد ما قالوا لي ما قالوا الكيش بقى هو بقى عنده ايه ولا دوش حاجه قال لي انا عملت له اشعاعات جوه هيئه مقطعيه على مخه من هو لسه مولود بقى له يوم قال لك مش عنده حاجه في المخ هو عنده اعصابه بس كنت بعمل له علاج طبيعي ودنيتني لما تعبت وبعت وده زي ما انت شايفاه انا باكله بشطفه بعمل له حمام الصبح ولبسه ومش على امتحان وما يجي من الامتحان اقلعه مدرسته واخوه ياخده بالعجله يوديه لعند اخر السكه عمل له حته اسفنجه كده بيحطها على العجله ورا وابوه موجود ابوه موجود ابوه موجود انا وابوه واخوه واخته نشوف طلبات اكلوا نسقين حمين شوف طلبات لبسوا نقلعوا واد عنده 19 سنه وانا امه بشطفه عند بخزه منه انت محتاجه له ايه بقى محتاجه له حاجه لو لا عمليه لايديه ينوبك صواب ان انت تعملها له ينفع نفسه انا مش عايش له ولا بقى عايش له ولا اخواتي دونهم قاعدين تقدير بس مش عايزه حاجه من الدنيا غير انك عايز اذنك يعني حاجه نوصل اروح اواجه كان يعني توك توك تو سيكل بس هو بيركب من هنا لعند الترعه اخوه بياخده بالعجله ويرجع يركب توك توك ده يهجموا عليك يقتلوك وياخدوه منك توك توك ده كله حوادث ما بيجي يمشي ممكن يتكعبل يقع على راسه وكل جنب بوجعني ورجليه مش بقدر يمشي لازم نوديه اي مواصلات اي حته ثالثة ثانوي يعني وناوي أخش كلية فهو يعيضه هيوديني أنا بقول أنه شاطر يعني قال دخلين معهد أروح كلية بتوك توك لا بتوك توك أخويا يوصلني وأنا هكمل بقى طريق نشوف لك مواصلة تروح بيعها يعني أنت عايزة مواصلة لي بس ألاقي الأول لا مش المواصلة زعلك ألاقي الأول لو لا علاج لو ما فيش علاج ولو ما فيش علاج بقى كله بتعرف وأنا أنا ما أقدرش أقول لك حاجة غير كده لا ماشي لو في علاج شفتوا ايه لفتي بيه وقالوا لك ما فيش علاج لا ما قالوش ما فيش انا تعبت وقعدت مش قادرين نصرف عليه المخده الفلوس ولد على جد مش نوديك الدكتور على طول نشوف شفت واحده زي جمال ابني انت اخذتيها عملت لها عمليه وطبت وبقت حلو لا ما كانتش كده بس زي جمال لا مش ايدها دي كلها طب ما هدي جسمه كله يعني كانت بتتهز بس ما كانتش ايديها فيها حاجه ما كانتش معوقه يعني ما كانتش ايديها معوقه كانت ايديها سليمه بس بتتهز لما قعدت من العلاج الطبيعي عملت كده مش كانت كده مش مولود كده خلاص نشوف دي سهله يعني سهله ان احنا نوديه للدكتور ونسال قصدي لو ليه عمليه انت هتشوفوه لو ليه عمليه هينكوا صابع ملاله مش عايزه حاجه يعني المواصل ماليش عمليه لو مالكش يبقى المغراضي انت يعني الحمد لله وكل ربنا يجيله حلو انا راضي عايز اوري الناس انك حافظ بقى عايز اقول صوره تاني ليه مش حافظ ولا ايه اخدتوه ده مش كده يعني اول بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأ اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون قل العظيم أحسنت احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطاوي تدلنا على حل
بكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوة تدلنا على حلمنا، مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم، مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم، احلم معايا يا صديق، تطوي الخطى أرض الطريق، يهمني حلم البريء، مهما يرجع لقانا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، اخبارك ايه بقى يا اللي انت بتتفرج علينا دلوقتي وشريط البرشام في جيبك، وهتنزل على القهوة تشرب كوباية شايك، تبقى مش فاهم اي حاجة في اي حتة وتمام؟ اخبارك ايه وانت شاب ملو هدومك، بتمشي على رجليك ورايح وجاي وبتعمل وبتسوي وبتقول اصل ظروفي وحشة، مفيش شغل، مش هعرف اعمل حاجة، ظروفي سيئة جدا، طب ايه رأيك في اللي شفته؟ ايه رأيك؟ يعني اللي عايز حاجة بيعملها، والله في اكتر من كده، ده في ناس اميين وما بيكتبوش ولا بيقروا ولا بيعملوا اي حاجه، وهم عندهم ايدين ورجلين ومخ وكل حاجه، ده ما عندوش حاجه خالص، ما عندوش اي مقاومات ولا حتى امكانيات ماديه، بيصلح كل حاجه. لا، وبعدين عايز اقول لكم حاجه، الاعاقه هنا مش اعاقه يعني بدنيه بس او جسديه، دي او فيسيولوجيه، دي اعاقه ذهنيه، يعني عنده ضمور وبيصلح أجهزة وبيكتب وبيحفظ قرآن، يعمل كل حاجة عشان عايز يعمل كل حاجة، بيعمل كل حاجة عشان عايز يعمل كل حاجة، ولو عايز هتقدر، if you have the will you have the way، لو عندك الرغبة هتلاقي الطريق، اي حد فينا عايز يحقق اي حاجة هيلاقيها، هي بالظبط زي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، كل حاجة اللي نبصه، ولا ايدين ولا رقبة ولا وش عادي ولا حتى بقول لكم ذهنيا، يعني ربنا خد منه نعم كتير قوي وهو لسه مصمم يعيش ويعيش عادي بالإرادة وبالتحدي،
يا رب يكون بس رسالة بتوصل للناس اللي بشنبات وبرجلين وإيدين وفي حلة وما بيعملوش حاجة خالص ولا بيتعلموا حاجة خالص ولا بيشتغلوا حاجة خالص، وعبء بس علينا وعلى المجتمع.